قام وقيمة وهرم مصر الرابع سيد مفيد، هرم مصر الرابع، هرم مصر الرابع بجد. وأنا يعني حضرت الغسل معاي، كان رجلا عظيما وبهيا وواجها مشرقا، كان في المستشفى يعني هو ربنا اختاره عشان يعيش في النعيم، رب اختاره انه يمشي من دون في عمليات إجراحية أجراها قبل كده؟ لا، هو عمل عملية بسيطة وربنا اختاره، بس مش اكتر. فقدانه لسمير صبري صديق العمر يعتبر كان بالنسبه له جدا، كان مؤلم بالنسبه له، كان مؤلم ودخل فيها المستشفى يعني حزنه عليه، فقد اثنين من اعز اصدقائه. اخر كلمه يمكن حضرتها قال: انا كاني تائه في الصحراء ولكن عنده يقين بربنا سبحانه وتعالى. ربنا يرحمه ورب رحمته. كان في المستشفى ويعني اخر حاجه قالها يعني استاذ مفيد كان حاسس ان هو ادى الرساله، كان حاسس انه ادى الرساله. قولي لي حضرتك رحتي له المستشفى يا فندم؟ طبعا في وصيه. طب هو قد ايه كان بيحب مصر؟ قد ايه بجد كان بيحب مصر؟ بجد كان بيحب مصر. كنا نتكلم احاديث طويله عن الموضوع ده. هو راجل عظيم، الله يرحمه. محاور وإعلامي وصاحب مدرسة متفردة، ربنا يرحمه يا رب، ربنا يرحمه. شكرا يعني كل الناس نطلب منها دعاء لي بالرحمة، دعاء لي بالرحمة والمغفرة. وهو في مكانة أفضل، هو في السماء في مكانة أفضل. أستاذ مفيد ده مدرسة كبيرة قوي، ده قيمة كبيرة قوي، ده قيمة كبيرة قوي، ده كلنا بنبكي عليه بدل الدموع دم. احنا كلنا كن بيقوي ظهرنا. كان يقول لي دايما آلام الافتقاد يوم ما فقدت والدي، يقول لي أعلم جيدا آلام الافتقاد، وقف جنبي وحضر عزا بابا من أوله لآخره، يعني وقف جنبي كتير قوي، وكان أبي الروحي، وكنت بنجلس نتكلم بالساعات مع بعض. آخر مرة حضرتك أي آخر فرضة بيني وبينه؟ كان في المستشفى، وهو كان قبل ما يبقى يدخل على
كان الاسبوع اللي فات بالظبط. وحنان كمان كانت معاه كل يوم كل يوم كل يوم، وكانت يعني اقول ايه، بس الحمد لله انه شفتوا مصر كلها بتودعه ازاي، شفتوا مصر كلها حزين عليه ازاي، شفتوا قد ايه الناس كلها جايه في كل الاعمار وفي كل الاجيال. استاذ مفيد ده قيمه كبيره قوي، قيمه كبيره قوي. كان يقول لي ونس العمر، يعني مره اهداني كتاب وقال الى ونس العمر اولى حويضق التي ادعو لها بالستر. لن انسى مثل هذه الكلمات، لن انسى اشراقه واقباله على الدنيا، والاخر وقت بيطلع في التلفزيون والاخر وقت بيقدم قيم اعلاميه كبيره جدا وقيم اخلاقيه كبيره قوي. استاذ مفيد ده حاجه لن تتكرر، يعني ربنا يرحمه ويعزينا كلنا فيه. صعب، يوم صعب. هو هيطلع من الكورس. هات عليه. اتفضل. يا اخي يا اخي. 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 يا اخي.